لو الحكاية فيها إن فيتو مطلوب استدامة التنمية، وبالتالي التنمية الصناعية هي المحور الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. زيادة درجة التصنيع في مصر مهمة جدا لزيادة القيمة المضافة ولإتاحة فرص عمل أكثر للشباب، وبالتالي احنا بنتكلم على الصناعة من أهم أو قطاع من أهم القطاعات التنمية الاقتصادية في مصر. ولكن مع ذلك حضرتك تعلموا جميعا أن احنا عندنا مشكلة طقس، ومن سمات الصناعة المصرية أنها فيما يخص رشادة استخدام الطاقة إلى أنها أقل المعادلات الدولية. إحنا وحدة الطاقة أو مكون الطاقة في المنتج الصناعي أقل من العالم من 10-50%، وبالتالي ما بنقدرش ننافس تنافسيتنا بتبقى بأسرع تنافسيتنا اللي هو مدخل الطاقة إلى إجمالي سعر المنتج، فبنلاقي إن تنافسيتنا قليلة. في نفس الوقت ان احنا عندنا مشكلة طاقة، والمشكلة مش مشكلة زي ما قالت جوبانا بس كم الطاقة، ولكن كيف ترشد في استخدام الطاقة. لا شك ان ترشيدك في استخدام الطاقة هيحسن اقتصادات الصناعة وهيحسن الاثر على البيئة وهيحسن الاثر على موارد الطاقة، وبالتالي هذا الثالوث الاقتصاد الطاقة والبيئة ثالوث يجب ان احنا نعالجه بشكل شامل مش بشكل جزئي. مشروع اللي احنا بصدده اليوم هو مشروع اساسا بينفذ من خلال وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة البيئة وهيئة United Nations Industrial Development Organization او مؤسسة هيئة التنمية الصناعية الدولية. وفي اكتر من مكون، في مكون بيتعلق بالسياسات، ما هي السياسات اللي ممكن ننتهجها؟